الحياة قبل الحرب كنا نأمن نطلع، ما كنا نقول إنه هلا دي يصيبنا شيء وشوي دي يصيبنا شيء. كانت يعني كتير حلوة. رفقاتي ماتوا لما انضربت. اسمها ممتلكات إجري. وقت عم بلعب طابة إنه ما بحس إنه بشيء، إنه ولا فائدة شيء أبدا. يعني إنه بدي أدرس أدبي وبدي أطلع أمس رياضة. هلا تمارين جمباز بالبيت يعني انه هلا من جديد ما عم بحسن مثل قبل. يعني انه كنت قبل انه بالبيت اوقف على ايدي، يعني نغير كثير بشغلات فينا. يعني انه انا كنت بدي اطلع مدربة جمباز، بس هلا غيرتها، هي شبهها يعني، بس يعني انه غير طموح. انس رياضة بدي اطلع بالمستقبل. وتعلمت انه الحياة ما بتوقف على شغلة واحدة، يعني مو انه اذا مثلا صار معنا هالشغلة انه صوبت او فقدت شيء بجسمي انه ما بتوقف هون الحياة. بالعكس، لازم يعني انه نحن نستمر، ولازم يعني نعمل كل شيء نحن بنحبه. يعني لازم نشتغل انه مشان انه نطلع من هالشغلة اللي نحن فيها.